كوكو البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف تماما. اليوم غادي نحضر لواحد العرس. ملي بدات كورونا ما حضرت البنات لشي عرس، هذه اول عرس غادي نحضر له في زمن كورونا. المهم صراحه وحشنا العرس، اللي بحالي كتحمق العرس، كتحمق على الشطح. كيعجبني نمشي للعرس نشطح نفوج. مهم اليوم معروض لواحد العرس ديال الجيران ديالنا، فغادي تشوفوني غادي نقاد شي شويه الحاله ضروري. غادي نعتني بعدا بالبشره ديالي، هذه هي اول حاجه غادي نديرها. يعني الفيديو غادي يجي مقسم، غنلوح لكم العنايه بالبشره اليوم، وغدا ان شاء الله غادي نديرو مكياج وغادي تشوفوني شنو غادي نلبس وكلشي. ولكن اليوم اهم حاجه اللي غادي ندير هي نعتني بالبشره ديالي، ندير لها كوماج تبييض، مهم كلشي باش فاش ندير المكياج نبان زوينه. وهانتوما معايا المغزل ديالي. غادي نبدا نقشر البشره ديالي. درت هنايا معلقه صغيره ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال القهوه كيفما كتشوفوا معايا. وهنايا عندي زيت الصوجا، بغيت ندير زيت الصوجا في عوض زيت العود. المهم هانتوما غادي نخوي واحد شويه هنايا وغادي نقشر البشره ديالي مزيان. وداك الشيء اللي غادي يشيط ليا من هذا المقشر غادي نقشر به ليديدات ديالي باش حتى هما يكونوا رطب وكلشي. دابا غادي نحركو مزيان بحال هكا، هانتوما شفتوا كيفاش كيولي. نزيد شي شويه ديال الزيت وغادي نقشر الوجه ديالي مزيان. طبيعه الحال الوجه ديالي مغسول مزيان البنات، ما تقشروش وجهكم مثلا ما مغسولش، لان تيكونوا ميكروبات الغبار، المهم اي حاجه فاش كتقشري راه داكشي كامل كيدخل لك لابو ديالك لداخل وكيولي لك على شكل تصبغات. فغادي نبدا نقشر البشره ديالي غير بشويه البنات بحركه دائريه، وغادي نعاودو نتلاقاو. كيقشر مزيان وكتحسي بالرطوبه، يعني ديك زيت الصوجه كترطب لك البشره ديالك كيفما كتشوفوا معايا. كنحس بالرطوبه وفي نفس الوقت القهوه كتفتح اللون ديال البشره. دابا غادي نحيد الموستاج، حشومه نمشيو للعرس وموستاج بدو قداش ما يمكنش. المهم نحيدوا هاد لاكريم، هادي كريم ديال بيلاتوار، هادي ديال لافوكا. البنات خذوا ديال لافوكا زوينه ما فيهاش ريحه خايبه، وفي نفس الوقت كتحيد مزيان، وفي نفس الوقت ما كتكحلش البازر، يعني كتخليه ديك البلاصه كيف ما هي. صافي غادي نديرها بحال هكا ونخليها واحد 6 دقائق ولا 5 دقائق ونحيدها. المهم ما تزيدوش على هاد الضفر، هذا وسختو بالقهوه. نخليه واحد 6 ولا 5 دقائق، وفي هاد الوقت هذا غادي نستغل الفرصه وغادي نقشر ليديدات ديالي، يعني باش ما نضيعش الوقت، يعني ضروري نستغل الوقت. هانتوما البنات غادي ندير حركه دائريه بحال هكا. صراحه باقي ما عرفتش اشنو غادي نلبس، المهم داكشي اللي غادي نلبس غادي تشوفوه معايا في الفيديو اللي مور هذا ان شاء الله، لان ما بغيتش الفيديو يجي طويل بزاف. فما عرفتش واش غادي نصبغ في راسي، باقي ما بالي حتى حاجه، باقي ما بان والو على حسب داكشي اللي غادي نلبس. ايه قلتني كده مين تقصدنا انا حبنا عشقنا هو انت بتتكلم عنينا يا نفسي هواك واخد معاك ليالي وسنين عمرينا انا اللي اشتريت ودوب الجديدات ديالي. هاهوما غسلتهم، ما درتلهم لا صابون لا حتى شي حاجه، غسلتهم هكاك باش كتبقى ديك الرطوبيه ديال زيت الصوجا في اليد. المهم نتوما كما كتشوفوا واحد لابغيونس زويونه صراحه، جربوا هاد المقشر غزال بزاف. المهم دابا غادي نحيد هاد لاكريم هادي اللي درت، غادي نحيدها. غير انا عندي غير قطن بحال هكا، نتوما حيدوا باش ما بغيتو، المهم انا هكا كيعجبني. معرفتش كيبان لكم لا غاديش يبان لكم على الاضاءه. يا راه غير حيتاش كنبرك مزيان بهادي على داكشي غتبان لكم هاد الحماريه هادي، واحد شويه غادي تمشي. ايوا دابا الغزاله ديالي غادي ندير هاد الماسك هذا اللي كنت درت معكم في الفيديو اللي سبق. صراحه هذا زوين بزاف، كيرطب كيبيض وفي نفس الوقت كيلبس الحبوب. كانت قالت لي واحد البنت بارطاجي معايا السميه ديالو، سميتو ماجيك سكين. ها هو تقدري ديري له السكرين، وراه كيتباع عند اي مول مكياج. واللي غادي ندير ما فيها عاد ما نبقى نخلط وكذا، لان ديجا الوقت مشى الحال، فكيخصني عاد نصايب شعري كيخصني بزاف على داكشي ما نبغيش يتحل هذا. المهم غادي نحلو ونرجع معاكم.
واخيرا بعد عناء طويل اكيد غادي ندير غير بيدي البانسو ديالي تلف ما عرفتش شنو هو. نخليها هكا 10 دقائق حتى ينشف ليا مزيان ديك الساعات عاد غادي نغسلو. دابا غادي ندير سيروم فيتامين سي، ها هو غتقاد ليا هذاك وخديت واحد اخر هو باقي جديد هذا باقي ما استعملتوش يلا غادي نستعملو. غادي نرطب به الوجه ديالي. المهم كيما قلت لكم البنات نتوما الفيديو غادي نقسمو لكم على جوج، يعني اليوم كاين العرس اعتنيت بالبشره ديالي اليوم ويعني كلشي درتو اليوم فالفيديو غادي يكون مقصر. غادي نحط لكم العنايه بالبشره اليوم وغدا ان شاء الله غادي نعاود نحط لكم المكياج واشنو لبست وكلشي. مبغيتش يجيكم الفيديو طويل بزاف غادي يجيكم الملل. المهم انا البنات يعني من بعد هادشي كامل ضروري واحد شويه ديال الترطيب ما يمكنش ما نرطبوش، دونك غادي ندير السيروم بما انني ما خارجه للشمس لا والو، يعني العرس راه كاين حتى الليل فغادي نرطب البشره ديالي بحال هكا. صراحه زوينه السيروم البنات كيعطي لك للوجه كيرطب كيحمي من التجاعيد بزاف ديال الامور. المهم غير شويه كيف ما شفتوا بحال هكا اي فوالا. بالنسبه للرجيلات البنات رجيلاتي راه درت لهم ديك الوصفه اللي كنت شاركت معكم في القناه الحمد لله، هذيك الوصفه ديال الحامض والزار قدتهم في الماء لمده 10 دقائق مع شويه الملحه والحامض. المهم الوصفه راه كاينه في القناه ديالي. المهم راني اعتنيت بالرجيلات ديالي صبغتهم دابا بقاو لي غير اليدات ديالي كما شفتوا درت لهم قماش ما غندير لهم حتى شي حاجه اخرى يعني صافي قماش صافي بركه عليهم. غادي نرطبهم بهاد لاكريم هادي قلت لكم شريتها ديال لافوكا البنات هادي واعره بزاف هادي لقيتوها غير خدوها حيت كترطب مزيان فريمون كترطب مزيان وكديري منها نتوما غير شويه بحال هكا فيها البنات 75 ملي يعني ما كبيرهش بزاف وما صغيرهش ولكن كديري منها غير شي شويه وكتمشالك في ديدات كاملين يعني كترطب مزيان صراحه. نتوما كيف ما شفتوا غادي نرطبهم وغادي نمشي نصبغهم غادي نصبغ بالكرونه البنات يعني بلا ما نحمق راسي باش غنصبغ باش ما غنصبغش فراسي غادي نصبغهم بالكرونه وهانتوما معايا. غادي نصبغ هاد الصباغه هادي ديال ريفولوسيون هادي صراحه زويونه وهذا الكرونه ديالها زوين وفي نفس الوقت ما كتقشرش دغيا ما غنلصق لا دفار لا والو حيت ما كنلصقش ما كنرتاحش في شي حاجه اللي ملصقه. واحد المره زغبني الله مشيت لواحد العرس قالت لي اختي لصقي ما كانوش عندي دفار قالت لي لصقيهم قلت صافي ماشي مشكل لصقهم. فاش مشيت تماك ما عرفت ناكل ما عرفتش التليفون ما حيدتهم تماك في العرس يعني هاد اليد اليمنيه حيدتها كامله ما كنحملش ان شي حاجه تكون ملصقه نهائيا لا الشفار لا الشعر لا الدفار سبحان الله ما كنرتاحش في داكشي. دابا غادي غير نصبغهم ما غنلصقو ما حتى شي حاجه ما يليقش ليا نصبغهم بحال هكا غادي نصبغهم ونرجع معكم. ومن بعد ما صبغت الضفيره ديالي غادي نبانو لكم هاد الضفار هادو طوال على هادو لان هاد الضفار اللي عندي في هاد اليد متضررين شي شويه يلا كنعالجهم بالثومه وداكشي ف فوالا صبغتهم بالكرونه يعني الكرونه اي حاجه لبستها اي لون لبستو غادي يجي معاه الكرونه. بالنسبه للشعر ديالي قبل ما نغسلو درت له وصفه طبيعيه عندي واحد الوصفه طبيعيه معتمده كنديرها يعني فوق ما كنبغي نقاد شعري نصايبو كنديرها باش كتعطيني ديك لابغيونس يعني كيبان عندك الشعر ديالك انه صحي. وبالنسبه لديك الوصفه اللي قلت لكم البنات راه تطول الشعر هذيك راه غادي نشاركها معكم لان بزاف ديال البنات قالوا لي اختي رشده شاركي معنا ديك الوصفه يعني كترشيها غير فوق شعرك كتطول الشعر ما كيحتاجش انك تغسليها من بعد يعني اسهل حاجه في الحياه اللي ممكن انك ديريها كيعجبوني بحال الوصفات اللي ممكن ديريهم بلا ما تغسلي شعرك. غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله غير نرجع من العرس غادي نبارطاجيها معكم. صافي غادي نصايب شعري دابا غادي نرجع معكم. وانا صايبت شعراتي كما كتشوفوا صايبتهم بواحد البلاك انا غادي نجيب لكم دابا حيت بصح بلاك واعر كدوزي غير جوج مرات كيسرح لك الشعر مزيان وفي نفس الوقت ما كيحرقش الشعر. الا كنتو بغيتو ديروا له سكرين فريمون شي حاجه اللي طوب واعره الكاليتي ديالو زوينه كيسرح مزيان
ما كينتسفش الشعر. غنكون وصلت لاخر الفيديو غدا ان شاء الله ولا بعد غدا غادي نحط لكم فيديو غندير مكياج ونوريكم اشنو لبست. صراحه باقا حيره ما عارفه شنو غادي نلبس بالضبط. المهم انتوا معايا في اي حاجه تشا غادي تشوفوها معايا. السلام عليكم.